أكدت لجنة النزاهة النيابية أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر ب 350 تريليون دينار، وجميعها خلال إيصالات وهمية، موضحا أن أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق، وكثير من هذه العمولات كان يحصل عليها بعض المسؤولين. وقال عضو اللجنة طه الدفاعي أن الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، مضيفا أن الأموال التي صرفت بعد 2003 تقدر ب 1000 تريليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية.